بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى وصحبه وسلم. سيما يسألني إخواني في أوروبا عن قضاء زكاة الفطر وعن الفدية، ونحن في المغرب زكاة الفطر 20 درهم والفدية هي الربع، تقريبا 5 دراهم إلى 10 دراهم، هكذا نقول لهم كما قرر ذلك المجلس العلمي الأعلى. في أوروبا يقولون إن زكاة الفطر في أغلب الدول 8 أورو 9 أورو 7 أورو، فيريدون مثلا للفدية هنالك بالنسبة للغير القادر على الصيام، وأن يفدي بإطعام مسكين في كل يوم، أن يكون القدر هو أيضا الربع هذه الزكاة، معنى إلى 8 أورو قسمنا 4 كتولي 2 أورو. لا، في أوروبا لا يعمل بهذا، 2 أورو لا يمكن أن تفطر المسكين في أوروبا. ولذلك فمجلس الإفتاء الأوروبي وهو الجهة المرجعية المخول لها بإذن الله تبارك وتقدير ما يحتاجه المسكين هنالك حتى تطعمه في أوروبا، فلقد قرأت بإذن الله تبارك وتعالى أن الفدية في أوروبا تساوي تقريبا زكاة الفطر في أوروبا. فمثلا ألمانيا 8 إلى 9 أورو وهو زكاة الفطر، ثم 8 أورو أو 7 أورو بالنسبة للفدية، وهكذا أيضا في فرنسا وفي إيطاليا وفي إسبانيا يمكن أن تكون بإذن الله 6 أورو زكاة الفطر و5 أورو الفدية، وفي أمريكا من 10 أورو إلى 15 أورو زكاة الفطر وأيضا الفدية 10 أورو إلى 15 أورو، لأنها هو المقدار الذي يتمكن منه الإنسان أن يطعم مسكينا على حسب مستوى المعيش لهذه. إذن فلا ينبغي مثلا أن يقاس أمر أوروبا على مسألة المغرب، لأن لكل دولة مستوى معيشي على أساسه تحدد هذه العبادات، هذه العبادات المالية. إذن فافهموني جزاكم الله خيرا، فالفدية هناك في أوروبا هو القدر الذي يخرجه المسلم ليطعم مسكينا هناك، هذه واحدة. ثانيا، بعض الناس يصومون في أوروبا وفي أمريكا، وفي آخر الشهر في العشر الأواخر يأتون إلى المغرب لكي يتمموا صومهم في المغرب ويعيدوا مع المغارب مع عائلاتهم، ويقولون هل أخرج مثلا زكاة الفطر بقيمة زكاة الفطر في المغرب أو بقيمة زكاة الفطر في البلد الذي يعيش فيه؟ طبعا أنت تعيش في أمريكا وفي أوروبا وجئت لكي تقضي أواخر رمضان وتعيد في المغرب، فأخرج زكاة الفطر بالنسبة لك على مستوى القدر المعيشي لأوروبا أو لأمريكا، فلا تأتي هنا لكي تخرج زكاة الفطر بالقدر الذي يقرره المغاربة في بلادهم، لأن مستوى المعيشة في المغرب هو أقل بكثير من مستوى المعيشة هناك في أوروبا وأمريكا. هل فهمتم؟ وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.